ان شاء الله تكونوا تمام. اهلا وسهلا بكم في قناتي قناه علاء احمد. كان هذا الفيديو اول فيديو تشوفوا لي، لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا الجرس الصغيرون علشان يصلكم كل فيديو جديد ما ننزله، ولا تنسوا كمان تعملوا هذا الفيديو لايك وتشاركوا مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو اليوم حابه اعملكم ريفيو على منتجات محليه الصنع، يعني صنعت في اليمن. طبعا ليش اخترت كذا؟ علشان في ناس ما بتحب المنتجات الكيميائية فبتحب الأشياء الطبيعية. فالمنتج اللي اليوم اخترته أو اللي اخترت أنا أسوي عليه ريفيو هو منتج كل حاجة فيه طبيعية 100%. أنا من النوع اللي ما أحب أستخدم أشياء كيميائية، فدائما بحب أو بميل كمان للأشياء الطبيعية، لأنه هي الأشياء هذه إذا ما نفعت فما بتضر. طيب ليش انا اخترت هذا المنتج بالذات؟ لاني عملت سيرش على الانترنت وسالت مجموعه من البنات، فقلت لهم مين افضل وحده من المنتجات المحليه منتجها حلو ومضمون، يعني بيعطيني نتيجه حلوه وبتكون اللي مستوى الامان فيه عالي وما بتكون المكونات كذا وكذا، يعني بالمختصر مغشوشه. جابوا لي عده اسماء للامانه، بس اكثر اسم تكرر عندي هو روتين، فلذلك حبيت اجربها. دخلت على الصفحه تبعها وشفت ايش ممكن من الاشياء اللي موجوده عندها في الصفحه ممكن انها تفيدني واجربها، فجربت من عندها مجموعه اشياء. طبعا كل فتره بجرب بحاجه، فجربت من عندها مجموعه اشياء. يعني لازم قبل ما نبدا هذا الفيديو لازم تعرفوا انه هذا الفيديو غير ممول ابدا، وانا ما بعرف صاحبه هذا المنتج، وانا ما بعرف اصلا ولا عمري التقيت فيها، ولكن انا حبيت اني اشارككم فيها واقول لكم هل هذا المنتج فعلا يستحق كل المدح عليه ولا لا. فخلونا نبدا الفيديو ونشوف هل هذه المنتجات تستاهل ولا ما تستاهل. يلا نبدا. اول منتج اشتريته اللي هو زبده الشيا. طبعا هذه العلبه انا كملتها. زبده الشيا هذه الخاصه بالاكازيما، فانا عندي بسبب استخدام المعقمات الفتره الاخيره كده استخدمت كثير معقمات، وكل شويه بنغسل ايدينا وبنحط في الاكل خل، فتقطعت اطراف ايديني، مو انا بس، انا وحتى اخواتي، واحده من اخواتي تقطعوا بينزل منها دم. المهم رحنا عند دكاتره ما فادونا، فبعدين شفتها في الصفحه في بنات بيقولوا انه فادهم وكذا. صراحه انا شكيت في الموضوع، يعني ما صدق، بس مجرد انه شفت الناس مدحوا اخذته وخلاص. المهم استخدمته وما شاء الله ما شاء الله من اول اسبوع التأمت كل جروح ايدي وراحت الاكزيما من الاطراف. يعني اللي ما سوى العلاج الكريمات الطبية ما فادتني، ولكن لما استخدمت زبدة الشيا ما شاء الله يعني اسبوع واحد واختفت كل القطوع تبعي اللي من الاكزيما، انا واختي كمان. فكان المنتج جدا رهيب، وجدا انصح اي احد ايدينا فيها تشقق، فيها تتقطع بسبب الاكازيما، في جفاف عالي، يستخدم زبدة الشيا الخاصة بالاكازيما. وكمان من مميزاتها انها بتصفي البشرة، بتصفي الايدين وبترطبها، بس الحلو فيها انها ما بتبقى على الايد. يعني انا لما كنت اسويها كانت البشرة تبعي تمتص كل الكريم، يعني ما بتتلزق بالايد، افتهم لكم، يعني ما بيبقى زيت في على الايد، على طول البشرة بتمتصه. ما عجبني مفعول زبدة الشيا، حبيت اني اجرب منتج ثاني واللي هو كريم اليدين. شوفوا كريم اليدين بجنن حلو، هو مكتوب كمان انه بيعالج الاكازيما، بس للامانة ما حسيته بيعالج الاكازيما كثير، او ما فادني انا بالنسبة لي شخصيا، ما فادني كثر ما فادتني زبدة الشيا. انا علشان اتأكد من هذا الكريم عطيته وحدة عندها تصبغات في ايديها، وفعلا خلال كم يا ربي، خلال شهر توحدت ايدينا. طبعا هي صورت لي قبل وبعد، النتيجة جبارة. طبعا انا حابة اني ارويكم الصورة، بس للأسف هي رفضت، رغم انه ايديها بس ما بعرف ليش رفضت، مو حابة. المهم كانت الايدين، يعني هنا كان اللون غامق وهنا كان اللون فاتح، فلما استخدمت هذا وضبت عليه جدا نفعها، وكان جدا رهيب وحلو. كمان استخدمت شو اسمه هذا، قناع روتين لجميع انواع البشره. هذا القناع جدا حلو. طبعا هذا القناع هو بيبعد التصبغات العنيده. شوفوا
انا بشرتي ما بتعرض كثير لاشعه الشمس، فما عندي تصبغات، وبس في عند اختي تصبغات، فعلشان اعرف نتيجه ومفعول هذا الماسك اعطيته اختي علشان تستخدمه. اختي عندها بسبب الجامعه فبتتعرض لاشعه الشمس، هنا صار عندها لون وهنا لون. فالمهم استخدمتها صراحه خفف التصبغات شويه وعطى نضاره للبشره، بس ما خف التصبغات، يعني التصبغ جدا عنيد فهو ما نزل التصبغ تبع الشمس، برغم انها التزمت بالتعليمات اللي موجوده فيه اللي هو 3 ايام في الاسبوع الاستخدام لمده 20 دقيقه، واذا حابين يعني نتيجه افضل نضيف له النيله الزرقاء. طبعا هي ضافت له النيله الزرقاء، وايام ما بتضيف له النيله الزرقاء، بس ما عطاها نتيجه قويه، بس عطاها نتيجه في النضاره. حتى انا استخدمه بس انا مش مواظبه كثير عليه، ومع ذلك اعطاني نضاره للبشره، فيعني في النضاره تحفه. اما كابعاد للتصبغات فهذا راح يبان، بس راح يبان بعد مده طويله جدا، يعني اختي ما ظهر معاها الا بعد شهر، فهذا الشيء راح يبان بعد مده طويله. فكمان يعتبر حلو، وكمان العلبة لا تشوفوها كذا صغيرة، بالعكس استعملوا منها أكثر من مرة وكمان بتكفي. كمان استخدمت من عندها معجون الصابون بالفاكهة الحمضية والكركم اللي هو هذا، طبعا هذا أفضل منتج هي عنده والكل مدحه، إنه هذا بيعمل على تبييض الجسم كامل وبيبعد التصبغات بالجسم كامل وبيوحد لون البشرة. أنا بالنسبة لي جدا حلو نفس المدح اللي هم قالوا، بس في حاجة أنا ما عجبتني واللي هي عيوب هذا الصابونة، إنها بتجفف البشرة، والله كأنه بشرتي حصل فيها تصحر. أنا لما بستخدم أي صابون لازم أسوي بعده اللوشن، فلما استخدمت اللوشن بعد هذا الصابونية ما في فايدة، بشرتي امتصت ولساتها البشرة جدا 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 جافة، يعني كده بحسها زي الصخرية صارت. فعلشان كده اللي راح تستخدمها لازم 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 تاخذ معاها زبدة، اي زبدة انتو حابين، زبدة شيا، زبدة كاكاو، الزبدة اللي انتو حابينها، بس لازم بعد استخدام الصابون الحمضي لازم زبدة شيا، ضروري جدا 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 علشان محتاجة لترطيب جدا عالي. وبس والله هذا كان الريفيو على المنتجات، فعلا تستحق المدح وتستحق انه الواحد يدعمها. وبس والله وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. إذا حابين أسوي ريفيو على منتجات ثانية قولوا لي تحت في الكومنتات، وإن شاء الله هستخدمها وأسوي عليها ريفيو وأقول لكم هل هي تستاهل نشتريها ولا لا. أشوفكم فيديو جديد، باي باي.